كت كت همس استفرغ. شهد جود همس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في قناة شهد وجود وهمس. طبعا همس الجديد صارت تطلع معنا بالتحديات، وهي أول مرة بنعمل تحدي بالبيت الجديد. والتحدي اليوم اللي هو إنه ما تختار الصندوق الغلط. عندنا 3 صناديق، 2 رح يكون فيهم الزاكي وواحد زاكي، واللي بيطلع له الزاكي رح ياخذ نقطة، اللي بجمع أكثر نقاط بفوز. يلا نبلش. حماس 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 حماس. وهلا رح نلف وجهنا ونشوف شو رح يطلع لنا. يا الله يلا لف. يلا مستعدين؟ اه 1 2 3 حرم الخنقص. خلص اختاري واحد ثاني بسرعه. جاب يا اشرب. يلا اشرب. لا مو بيت زيت. همس طحينية. مشاهد عصير. تخيلت اني افوز بس كتير اتحمست، اخذت نقطة. يس بصير زاك العصير. وهلا الدور اللي بعده راح نلف وجهنا. يلا مستعدين؟ اه 1 2 3 ولا اقول لا خلاص لا بختار. خلاص اخترتو. همس رجعت اخذت محلي. ما بصير. انا مو غيرتي شلتي ايدك؟ لا ما شلت، هي زحتني. خلص شهد اول مسكت الاجواء. يلا اشربي الجود. يومي عصير تفاح صح؟ صح. يس عصير تفاح. كيف زاكي؟ هلا النقطة لمين؟ لا شهد. لا هلا أنا متنتن معتهم نقطة. أنا ماما. لا يلا بدنا نلف وجهنا. مايونيز. زاكي؟ عجبك؟ ياي انا كذا. نقطة لهمس. ويلا على اللي بعده. يلا مستعدين؟ 1 2 3 شفته ما بصير. يلا مستعدين؟ 1 2 3 يلا اشرب. يومي شو هذا؟ كلنا زي بعض كلنا. يومي لا مو محسوب. مستعدين؟ مستعدين. يلا 1 2 3 يلا. لا لا ما في شيء. اشربوا. يومي عصير حليب بلدنا. حليب الشوكولاتة بلدنا صح؟ ما عم بشوفه.
النقطة هلا لمين؟ النقطة لمين؟ أنا لشهد. ما عليك. اللي بعده. تعدين؟ اه. 1 2 3. يلا اشربوا. شو جود؟ شو هم شربتي حار؟ زاكي؟ يلا بتعدين؟ أوه. واحد اثنين ثلاث. لا كنت بدي هاد من قبل. يا خلص كل واحد حط ايده على بوكس هو له. فقبلني ما بيشرب. يومي لوتس عصير لوتس. ما انا كنت من قبل بدي اياه بس حطيت. كت همس استفرغ. وهلا الدور النهائي. يا رب يا رب اللهم صل وسلم يا رب يا رب. يلا لف وجهكم. يلا مستعدين؟ 1 2 3. انا قبل انا قبل انا قبل. وإن شاء الله يكون عجبكم الفيديو. باي. شو بتعملوا يا غشاشين؟ يلا.